الصين تدعو لإعادة التوحيد مع تايوان سلمياً، وتايبي تطالب باحترام ديمقراطية شعبها. الأركان الأوكرانية تؤكد صمود قواتها أمام القوات الروسية الساعية لمحاصرة مدينة بخموت. آلاف الإسرائيليين يحتجون على خطط نتنياهو لتغيير النظام القضائي، والشرطة تعتقل 4 أشخاص. صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ هذه النشرة مع هذا الخبر العاجل من أوكرانيا بأنها تعلن حالة التأهب الجوي في 7 مقاطعات تحسبا لغارات روسية. قالت حكومة تايوان إن على الصين احترام التزام الشعب التايواني بالمفاهيم الأساسية للسيادة والديمقراطية والحرية. وأوضح بيان مجلس شؤون السياسة الصينية في تايوان أن على الصين معالجة الأمور عبر مضيق تايوان بطريقة عملية وعقلانية ومتساوية ومحترمة للطرفين. جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس وزراء الصين لي كي تشيانغ الذي أكد سعي بلاده لتعزيز إعادة التوحيد السلمي مع تايوان، وطلب باتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان، مشيرا إلى تمسك بكين بمبدأ الصين واحدة الذي ينص على أن تايوان جزء من الصين. وترفض حكومة تايوان بشدة مطالبة بكين بالسيادة، وتقول إن سكان الجزيرة هم فقط من يمكنهم تقرير مستقبلهم. أعلنت الصين رفع ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.2% لهذا العام في تسارع طفيف مقارنة بالعام الماضي، وجرى الإعلان عن هذا المعدل وهو أعلى مما كان عليه عام 2022 في تقرير لوزارة المالية. وتخطط بكين لإنفاق نحو 225 مليار دولار على دفاعها، أي أقل ب3 مرات من ميزانية واشنطن. أعلن السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف أن موسكو وبكين تعززان التعاون العسكري التقني ردا على محاولة الناتو الذي يعمل على تعزيز قدراته في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. مورغولوف أشار أيضا إلى أن روسيا والصين ستواصلان شرح المخاطر والتهديدات التي يمثلها وجود الناتو في المنطقة لجميع دول آسيا والمحيط الهادئ، وستواصلان أيضا بناء التعاون العسكري مع الدول الشريكة للحفاظ على الهيكل الأمني للمنطقة. وحذر قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين من أن أوكرانيا ستخرق أي اتفاق مستقبلي سيتم التوصل إليه لوقف القتال بدعم من الناتو. وأضاف بريغوجين أنه يمكن الوصول إلى وقف إطلاق النار بمجرد انسحاب أوكرانيا من الأقاليم الروسية الجديدة ونزع سلاحها، لكنه أكد أيضا أن القتال سيعود مجددا بشكل أعنف بدعم من حلف الناتو، مشددا على أن روسيا ليس أمامها سوى مواصلة حربها من أجل مستقبلها. وفي آخر التطورات الميدانية في أوكرانيا، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية لا تزال تحاول محاصرة باخموت دون جدوى، مضيفة أن المدافعين عن المدينة صدوا العديد من الهجمات داخل المدينة وفي محيطها. وتحقق قوات فاغنر تقدما في عمق مدينة باخموت التي تشهد أعتى المعارك وأعنفها بين الجيش الأوكراني المتمسك بالمدينة والقوات الروسية التي تركت طريقا وحيدا لقوات كييف من أجل الانسحاب، تزامنا مع صراع بين القادة الروس على كيفية تسيير المعارك في محاور العملية العسكرية. تستعر المعارك في الشرق الأوكراني بعد تعزيزات موسكو العسكرية لمحور دانيتسك الذي شهد تقدما للقوات الروسية في ظل انتقادات مؤسس مجموعة فاغنر القتالية لمسار المعارك التي تديرها الدفاع في محاور عديدة، ذلك بعد أن حقق مقاتلو فاغنر نجاحا ملموسا شمال المقاطعة في مدينة باخموت. نحن نرسل مجموعة أخرى من المقاتلين الأوكرانيين إلى ديارهم،
والذين قاتلوا بشجاعة ثم قتلوا. وزير الدفاع الروسي ظهر فجأة في ميدان معارك دونيتسك كرد منه على اتهامات بريغوجين الذي قال إن الضباط الروس لا يعرفون شيئا عن مجرى المعارك وأوضاع الجنود، مطالبا بتحميلهم مسؤولية الأخطاء. ننتظر منكم إنجازات جديدة وننتظر تحقيق أهداف الخطط التي وضعناها لأن جهدنا هام جدا لوطننا. رغم الإرهاصات العديدة التي تشهدها العملية العسكرية الروسية، إلا أن تنافساً كبيراً انطلق بين القادة الروس من أجل تقديم إنجازات ملموسة لسيد الكرملين. انعكس نقص الذخيرة والسلاح عند القوات الأوكرانية خلال الأسابيع الماضية على مسار المعارك في العملية العسكرية، ذلك ما أدى إلى انخفاض وتيرة القصف الأوكراني على مناطق الانفصاليين في دنباس. لقناتي العربية والحدث، رائد الأغبر، دونيتسك. وعقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اجتماعا مع قادة المجموعات القتالية في مناطق العمليات بأوكرانيا، وذكر بيان للوزارة أن شويغو استمع إلى تقارير من قادة المجموعات حول الوضع القتالي والخطط المستقبلية للعمليات. وأشار البيان إلى أن شويغو أكد استمرار الدعم العسكري والانتشار العملياتي لتحقيق المهام المخططة من العملية العسكرية في أوكرانيا. أفادت الحكومة الأوكرانية بأنها ستستخدم الأصول الروسية المصادرة لإعادة بناء البلاد وتعويض مواطنيها. وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن الأصول التي تمت مصادرتها من البنوك الروسية تزيد قيمتها عن 460 مليون دولار، وإن الحكومة تعمل مع الحلفاء لتطوير نظام قائم على معاهدة دولية لتساعد في تحديد كيفية إصدار تعويضات للأوكرانيين. كشفت تقارير غربية عن حالة من القلق والفوضى في الداخل الروسي عقب الهجمات الأخيرة على بعض المناطق الحدودية التي أصبحت مضطربة بشكل متزايد، حيث تشهد عمليات قصف متفرقة وأعمال تخريبية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية العام الماضي. تتزايد المخاوف في الداخل الروسي من تحول البلاد إلى ساحة إضافية للحرب التي تدور على الأراضي الأوكرانية، فالهجوم على منطقة بريانسك الحدودية الذي نفذه معارضون من الداخل ضد نظام بوتين يؤشر إلى تطور لافت، خصوصا وأنه يأتي بعد أيام من هجمات بطائرات مسيرة على مواقع داخل روسيا تحطمت إحداها قرب العاصمة موسكو. استهداف هذه المنطقة التي تخضع لتدابير أمنية مكثفة كشف نقاط الضعف في الجيش الروسي الذي بات أمام موقف حرج يستدعي تغيير خارطة المعارك وإعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية. بعد أن أثبت مقاتلو المعارض دينيس نيكيتين المنتمي لأقصى اليمين الذي تبنى تنفيذ الهجوم قدرتهم على اختراق بعض المناطق الحدودية التي تخضع لحراسة مشددة في العمق الروسي. وفق مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن دينيس دعا الروس للانتفاضة ضد سياسة بوتين وتوعد باستهداف المزيد من الدفاعات الروسية، وهو ما خلف حالة من القلق والفوضى. أوكرانيا التي أظهرت عدة مرات قدرتها على الضرب بعمق خلف خطوط العدو بهجمات بطائرات بدون طيار وعمليات تخريب جريئة، نفت دعمها المباشر للتنظيم وصفة للاتهامات الروسية بالاستفزازية، بينما استغلت روسيا الحادثة لتعزيز ادعائها بأن الناتو يدير حربا بالوكالة من خلال إرهابيين يمينيين، وزعمت السلطات الروسية أن الغارة أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة طفل. وفي أخبار مرتبطة بالملف الأوكراني والحرب الدائرة، الدفاع البريطانية إذن تتحدث بأن روسيا كثفت عملياتها بمجموعات المشاة بدعم مدفعي أقل منذ نهاية فبراير، وبأن روسيا بشكل عام خفضت وتيرة نيران هذه المدفعية بسبب نقص الذخيرة.
يبدأ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن جولة مرتقبة في الشرق الأوسط تشمل الأردن ومصر وإسرائيل بهدف دعم وتقوية الشراكات وتعزيز التعاون وفق موقع المونيتور الأمريكي. وبحسب مسؤولين في البنتاغون سيحظى ملف التهديدات الإيرانية والتنسيق الإقليمي لمواجهتها بأهمية كبرى خلال مباحثات أوستن، كما سيبحث خلال جولته تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين وسبل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. إيران تتراجع وتسمح باستئناف التحقيق بأنشطتها النووية، وغروسي يؤكد إعادة كاميرات المراقبة. أهلا بكم من جديد. للأسبوع التاسع على التوالي يحتج الإسرائيليون ضد خطة تغيير نظام القضاء التي تقوم به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتظهر المقاطع احتشاد الألاف في الشوارع وإغلاقها. وفي آخر أنباء المظاهرات اعتقلت الشرطة 4 أشخاص في تل أبيب باعتبارهم ينتهكون النظام العام. قال القائد الثاني لقوات الدعم السريع في السودان عبد الرحيم دقلو إنه يجب تسليم السلطة للشعب، وأنهم لن يسمحوا بقتل المتظاهرين، ما يؤكد خلافا بين قوات الدعم السريع والجيش، في وقت أكدت قوى الحرية والتغيير موقفها من الاغتيال والقمع المتواصل الذي ترى أنه قد ينسف العملية السياسية الجارية الآن في البلاد. سلم السلطة للشعب بدون لف ولا دوران. رسائل تتوالى من قادة الدعم السريع في بريد السلطة العسكرية القائمة تؤكد أن الخلافات لم تهدأ أو تحل. هذه المرة جاءت التلميحات المبطنة من القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، والسبب هو قتل المتظاهرين. الرجل الذي يعتبر أحد قادة المنظومة الأمنية وجه انتقادا وكذلك تهديدا بأنهم لن يسمحوا باعتقال السياسيين مرة أخرى. من الليلة وصاعدا بعد موت الشهيد ربنا يرحمه، لن نسمح بأي قتل الشباب المتظاهرين، ولن نسمح بأي احتقال للسياسيين. تحالف الحرية والتغيير والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ينظرون بقلق ويستشعرون خطر الاتهامات المتبادلة بين الجيش والدعم السريع، لكن في ذات الوقت يبدو أن تصريحات الدعم السريع هي الأقرب لموقفهم السياسي، ومع ذلك يظل السؤال الأهم والمطروح من قبلهم عن جدوى العملية السياسية الحالية. الذي نراه الآن هو تطور مهم نحن نرحب به. هنالك تحديات تواجه العملية السياسية، من ضمنها الممارسات التي حدثت في الأيام الماضية ضد المتظاهرين. هذه تعوق العملية السياسية، وهذه تناقض ما روح الاتفاق الإطاري، وبالتالي هذه التحديات يعني تختبر صدق وجدية كل الأطراف الموقع على الاتفاق الإطاري على رأسها الجانب العسكري. يرى العسكر والمدنيون أن تسليم السلطة للشعب هو أفضل الحلول لهذه الأزمة، لكن كيف يتم ذلك مع تباين واضح بينهما؟ طالما هو نطق بكلمة بدون لف أو دوران، أنا أعتقد أنها هي مفتاح الحل لكل المشاكل، هو تسليم السلطة للشعب بدون لف أو دوران. بدون لف أو دوران يعني تسليمها بصورة فورية بدلا من انتظار عملية سياسية تلكأت كثيرا وتأخرت كثيرا خلال الفترة والشهور الماضية. ما إن تهدأ التصريحات والرد عليها بين قوات الدعم السريع والجيش حتى تعود مرة أخرى لتفتح باب التساؤلات على مصراعيه، ما يجعل الوضع السياسي السوداني على صفيح ساخن. سالم الهاشمي، العربية، الخرطوم.
أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن الأجهزة الأمنية تتابع قضية تسمم الطالبات في أكثر من 50 مدرسة وثانوية بالبلاد، أدت إلى نقل عدد كبير منهن إلى المستشفى. وقال وحيدي إن محققين عثروا على عينات مشبوهة، مشيرا إلى أن هناك تحقيقات متخصصة تستهدف الوقوف على أسباب ما سماها المضاعفات التي حدثت للطالبات. وأضاف وزير الداخلية أن صحة الطالبات تمثل الأولوية القصوى لجميع المسؤولين، خصوصا بعد اتساع نطاق الاحتجاجات بهذا الشأن في أكثر من مدينة لتشمل العاصمة طهران وأصفهان وكرمانشاه. موجة تسمم تجتاح مدارس الفتيات في إيران. تقارير إعلامية إيرانية أفادت بتعرض طالبات للتسمم في أكثر من 50 مدرسة وثانوية بمزيج من غازات سامة، وإرسال عدد كبير منهن إلى المستشفيات. الطالبات تسممن عن طريق الاستنشاق ويعانين من أعراض الغثيان والضعف والدوار والسعال وضيق التنفس. قناة إيران انترناشنال أفادت باتساع نطاق الاحتجاجات على تسمم الطالبات في أكثر من مدينة لتشمل العاصمة طهران وأصفهان وكرمانشاه وأردبيل. صحة الطالبات تمثل الأولوية القصوى، والأجهزة الأمنية تتابع قضية تسممهن، وقد عثرت على عينات مشبوهة في عدة مدارس بالبلاد. هذا ما أعلنه وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي. 3 أشهر مرت على سلسلة عمليات التسمم التي تعرضن لها الطالبات، ولم يتم التعرف على منفذي الهجمات. قوات الأمن الإيرانية اعتقلت عدداً من الأسر التي تجمعت أمام مبنى وزارة التربية والتعليم قبل ترحيل بعضهم إلى سجن إيفين. وفي شأن إيراني آخر، نفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اتفاقا على تركيب كاميرات جديدة في المنشآت النووية. وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية إنه لم يحدث أي نقاش أو اتفاق مع وفد مفتشي الوكالة الدولية الذي زار إيران مؤخرا لتركيب هذه الكاميرات. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أكد بعد عودته من إيران أنها وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في عدة مواقع نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش. اتفقنا على عدد من الإجراءات الملموسة، فخلال الأشهر القليلة الماضية كان هناك انخفاض في بعض أنشطة المراقبة، لذا قررنا مضاعفتها ووضع المزيد من الكاميرات وتعزيز أنظمة التدقيق عبر الإنترنت وإصلاح المعطل منها. المهم بالنسبة لنا هو أن إيران ستلتزم بدرجة التخصيب المحددة لها في منشأة فوردو، وستحترم هذا الالتزام. وكشفت وكالة رويترز أن تقريراً لوكالة الطاقة الذرية أفاد بأن إيران قدمت ضمانات للقضايا العالقة بشأن الملف النووي. وأضافت رويترز نقلاً عن التقرير نفسه أن طهران تراجعت وسمحت للوكالة باستئناف التحقيق بأنشطتها، كما ستعمل على توضيح تواجد جزيئيات يورانيوم في منشأة فوردو. دعت كوريا الشمالية الأمم المتحدة إلى حث سول وواشنطن على الوقف الفوري للمناورات العسكرية المشتركة، بالإضافة إلى تصريحاتهما الاستفزازية على حد وصف وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم سون جيونغ، الذي اعتبر أن التوتر بلغ مستوى خطير جدا بين كوريا الشمالية وبين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. خرج قطار عن القضبان في ولاية أوهايو الأمريكية في ثاني حادث من نوعه يتعلق بالسكك الحديدية في تلك الولاية خلال شهر تقريبا. وقالت السلطات المحلية إن المسعفين في مكان الحادث عملوا على التأكد من عدم وجود مواد سامة. والحادث كما ذكرنا هو الثاني بعد خروج قطار عن القضبان في 3 فبراير الماضي بولاية أوهايو، مما أدى إلى انبعاث مواد كيميائية سامة في البيئة وإجبار الآلاف على الإخلاء.
الأمير هاري وزوجته ماغان ماركل قد يفقدان مكانا خاصا لهما في حال عودتهما للمملكة المتحدة، هذا بسبب قرار الملك تشارلز بطردهما من منزلهما الريفي في وينسر الذي عرضه الملك تشارلز على أخيه الأمير أندرو للسكن فيه. الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل سيطردان من منزلهما الريفي فروغمور كوتيج في وينسر رغم إنفاقهما الملايين على ترميمه، فهل سيستردان بعض هذه الأموال؟ الخبراء يقولون في أحلامهما. فروغمور كوتيج أو منزل فروغمور الريفي يقع على أراضي قلعة وينسر غربية لندن، وكان من المفترض أن يكون مقر إقامة هاري وميغان الرسمي في بريطانيا قبل أن يتخليا عن لقبهما الملكي. المقر المكون من 10 غرف نوم كان هدية الملكة الراحلة إليزابيث الثانية لهاري وميغان بعد حفل زفافهما عام 2018، لينتقل إليه الزوجان لفترة محدودة عقب ولادة طفلهما الأول آرشي، وسرعان ما ذهبا للعيش في ولاية كاليفورنيا بعد تحررهما من قيود الملكية في عام 2020 أملاً في بناء حياة ومهن جديدة. هاري وميغان ودعا العرش ومعه فروغمور كوتيج وكذلك ملايين الدولارات. لم يستخدم الزوجان مقر إقامتهما في فروغمور خلال مكوثهما في أمريكا إلا في مناسبات قليلة، ورغم أنهما أنفقا 3,200,000 دولار على تجديده وترميمه إلا أنهما معرضان للطرد وعدم استرداد تلك المبالغ. يبدو أن هذا سيكون ثمناً باهظاً مقابل إصرارهما على حياة طبيعية. جرد الملك تشارلز الثالث ابنه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من فروغمور كوتيج في 11 يناير بعد يوم من نشر هاري مذكراته المثيرة للجدل سبير التي انتقد خلالها أفراد العائلة الملكية. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الصين تدعو لإعادة التوحيد مع تايوان سلمياً، وتايبي تطالب باحترام ديمقراطية شعبها. الأركان الأوكرانية تؤكد صمود قواتها أمام القوات الروسية الساعية لمحاصرة مدينة باخموت. آلاف الإسرائيليين يحتجون ضد خطط نتنياهو لتغيير النظام القضائي، والشرطة تعتقل 4 أشخاص. إلى اللقاء.